أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، حلقة جديدة على هوا تورونتو. كندا بلد المهاجرين، ومع كثرة الهجرة إلى كندا احنا في لوك داون كمان للأسف الشديد، يعني سنو ولوك داون. خالد، انت حاسس في اللوك داون بإيه؟ أنا حاسس بالغربة، علشان للأسف أصبحنا بنتحرم من حاجات كتير قوي قوي قوي، ولكن هنعمل إيه؟ هو ده الواقع. ناس كتير طبعا هتحس بإحباط كبير، ومعاه حق. أنا زي الفل. مجدي يشوع معانا. كنا في انتظار نشاط سياسي للجالية العربية، والآن الشباب من الجيل الكندي من أصل عربي يدخل الانتخابات. معنا النهاردة أندرو فهمي، وأصغر شاب عربي يدخل الانتخابات الكندية. احنا دايما بنرحب بشبابنا وبيسعدنا وجودهم معانا. معانا اليوم شابة كندية عربية من أصل فلسطيني، ليها إنجازات علمية وطبعا اجتماعية، وأخيرا هنتكلم معاها في السياسة. يسعدنا أن نرحب بالشابة العربية الكندية نورة حمادة. أهلا وسهلا يا نورة. قليلين قوي العرب اللي عندهم سيرتيفيكيشن في التدريس وعندهم سيرتيفيكيشن في إدارة المدارس كمديرين معتمدين للمدارس الكندية الحكومية. النهاردة عندنا لقاء مهم جدا جدا مع واحد من قلائل في هذا المجال، اللي مش عارف بس ان هو يتعلم صح، ولكن كمان اصبح سيرتيفايد ان هو مش يعلم صح، ولكن كمان يطلع اجيال ويدير مدارس. يسعدنا في حلقة النهاردة ان احنا نرحب بالاستاذ محمد فيظل. اهلا وسهلا. اهلا بيك.